مواقف تجثو لهولها الأمم، أخبار حكاها النبي المكرم. حكاية النهاية، حكاية النهاية، برنامج جديد. نهاية ماذا؟ نهاية الإنسان على ظهر هذه الأرض، نهايته كفرد ونهايته كجنس. تعالوا بنا نتعرف على هذه النهاية كيف تكون. لهذا الإنسان رحلة على ظهر هذه الأرض بدأت منذ خلق أبينا آدم عليه السلام ولها نهاية. تعالوا بنا نحكيه خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، كأنك تشاهده رأي العين، إلى أن يستقر كل إنسان في مثواه الأخير حقا. حكاية النهاية، برنامج جديد على قناتكم، قناة الأنس الفضائية، خلال شهر رمضان المعظم. حكاية النهاية للأستاذ يونس بعوام، يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الأنس الفضائية.